الله أكبر. هنا أيضا أحد مواقع لواء التوحيد كوش 25 معرض نعمان للمرابطة على منطقة وادي الضيف حارس حبوش. هنا أحد القناصين يقوم برصد وقنص العساكر العصابات الأسدية والتعامل معهم فور رصد أي تحرك لهم. هنا يتواجد الحاجز الذي يقوم برصده أحد مجاهدين لواء التوحيد. هذه أحد دشم عصابة الطغية بشار الأسد والأبنية الذي يتمركز فيها، ونحن نقوم بالتعامل معهم فور رصد أي تحرك لهم. هنا أحد مقاتلي أو مجاهدين الجيش الحر لواء التوحيد فوش 25 معرض النعمان، الله أكبر، يقوم بعملية قنص لإصابات الطغي بشار الأسد. الله أكبر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرفنا بحالك؟ محمود أبو سلام. يا أخ محمود، كيف وضع الجيش هون عندكم والمرابطة على الجبهة؟ والله الحمد لله، يعني محاصرين الحارس حبوش وعم مثل ما أمور الذخيرة كيف عندكم هون؟ إن شاء الله تمام؟ إيه الحمد لله. كيف الهمة؟ الهمة عالية تمام إن شاء الله. بارك الله فيكم والله ينصركم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام.